بما ان فيلمه الجديد بيتكلم عن كرة القدم، الفنان احمد حاتم يعلن انتمائه. اللي حصل بالظبط ان ظهر الفنان احمد حاتم مع الاعلامية منى الشاذلي، وكان بيتكلم عن فيلمه الجديد المطاريد. وقصة الفيلم بتدور ان هو مدرب نادي، فسألته منى الشاذلي ان هو فعلا بيحب كرة القدم وبيشجع مين بالظبط. فرد عليها احمد حاتم قال لها: انا بحب كرة القدم جدا اكتر مما تتخيلي، ولعيب جدا في كرة القدم، وانتمائي ان انا بحب نادي الزمالك جدا، وشايف ان هو اعظم نادي بالنسبة لي، مع احترامي طبعا للنادي الاهلي. فبكده اعلن الفنان احمد حاتم عن انتمائه ان هو مشجع زملكاوي. شكرا لكم متابعين القناة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.